بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة عدلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجدت وإذا النفوس موتت وإذا الموءود سئلت بعيدا بقطرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء انكشفت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة صفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عصى الصبح لا تنفر إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وما عزم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب مجنون وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر عالم ومن شاء منكم أن يشتغل وما تشاءون إلا أن شاء رب العالمين. كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضين قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض أم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا ورسالة من علم إن كنت من الصادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى من جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مذخرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فقبر فأقبر ثم إذا شاء انشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صبب الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وقضبا وعلى شألك الجرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى فقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وإنه
إنا كاشف العذاب وإنا كاشف العذاب قليلا إنكم إنا كاشف إنا كاشف العذاب كاشف العذاب كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش بطشة نبطش بطشة الكبرى إنا منتقمون يقول عليه يوم نبطش بطشة